يتراكض الناس ويتزاحمون على دنياهم، وكل واحد منهم يريد أن يملك هذا العالم. يتشاجرون ويتصارعون على نيل المراتب حتى ولو كانت على حساب غيرهم. لا يدركون أن الإنسان هو أخو الإنسان، وأن الرزق موعود ومقسم بينهم جميعا. فالطمع في الدنيا لا حد له، وهو زائل ولا يغنيك، إنما يفقرك. وحذاري، حذاري أن يدخل الطمع بينكم فيدمر كل شيء. اوعكم يدخل الطمع لقلوبكم. انا اخوك الكبير مثل ما انت الك، انا الي كمان. روح ايدك ما تعطي. يلي عم تعملوه عيب. صرنا اخذ حقي منك، صرت عليك. أبنائي، أرجوكم أن تصغوا لما سأنقله لكم. هناك تاجر ثري لديه ولدين شابين، الأول يدعى خالد والثاني يدعى عامر، وهو على فراش الموت كان مطمئنا على مستقبلهما ومتأكد من حبهما لبعضهما البعض، لذا لم يكتب وصية يقسم التركة بينهما. اسمعوني منيح يا أولاد، وانت اسمعني منيح يا ابني يا خالد، وانت كمان يا عامر. بيظهر انه آن الأوان، وصاحب الأمانة طلب أمانته، مشان هيك أنا طلبت انه شوفكم مشان خبركم انه أنا ما رح أكتب وصيتي ولا رح أقسم الورثة، لأني مطمن من بعدي على مالي. بس بدي خبركم انه بدي اياكم تضلوا مع بعض، سند لبعض، وابدا ابدا ما حدا يقدر يفرق بيناتكم. واوعكم اوعكم يدخل الطمع لقلوبكم. هاي وصيتي إلكن يا أولادي. الله يطول بعمرك يا بابا، ويخليك فوق راسنا، وإن شاء الله لحنا أخوي وما في شي بيفرقنا. نحن تربايتك بابا، أنت علمتنا نكون إيد واحدة وسند لبعض. هلا بقدر موت وانا مرتاح ومطمن وعرفان
أو إن أولادي رح يأخذوا بوصيتي. لازم كون أنا الوصي على أموال أبي كلها. أخي بعده صغير وما رح يقدر يتصرف، لذلك لازم خليه يتنازل عن حصته بالورثة وخليه يشتغل معي. هذا أحسن حل. وهيك بكون حافظت على مال أبي الله يرحمه ونفذت له وصيته. صار الوقت لأطلب من أخي نقسم ورثة أبي بيناتنا. كل واحد ياخد حقه. لم يرق لخالد كلام أخيه عامر، إذ كان يرى أن لا حق لعامر كونه الصغير في مال أبيه. وطالما أن الأب لم يقسم التركة بينهما ولا وصية في ذلك، كان عامر أيضا لا يعجبه ما اقترحه عليه خالد. أنت شو عم تحكي؟ أنا أخوك الكبير وبحق لي أتصرف بأموال المرحوم مثل ما بدي أنا. أنت بعدك صغير، لذلك رح يتسجل كل شيء باسمي ورح يمشي كل شيء من تحت تصرفي. وليش ما بتسجلها باسمي انا؟ ابوك ما كان يفرق لا بين كبير ولا بين صغير. لك شو جنيت انت؟ بدك العالم تحكي علينا؟ عم اقول لك رح يتسجل كل شيء باسمي وتحت تصرفي وبس؟ لسه مو على كيفك. ومثل ما انت الك انا الي كمان. ولازم نقسمها بالحق. معناها ما رح نتفق ورح يضل الخلاف بيننا. بلغ الخلاف بين الشقيقين خالد وعامر حداً لا يستهان به، وبدأ كل واحد منهما يكيل الاتهامات للآخر ويصفه بأنه مستغل وجشع، حتى وصل خبرهما إلى الحاج يوسف مختار القرية الذي استدعاهما ليحل الخلاف بينهما. اللي خلفوا أبوك إلك ولأخوك، اللي عم يصير بيناتكم ما حدا بيقبله. أنتوا أخوة والدم ما بيصير مي. لا تنزعوا صيتكم وصيرة أبوكم بالبلد. أبوكم ما تعبوا شيء وجمع كل الثروة لحتى تختلفوا بيناتكم. يا مختار يا مختار، المرحوم ما كتب وصية، وهذا الحكي واضح وصريح إنه ابنه الكبير له حق التصرف، وأنا مالي ناكل حق أخي. بس لازم يكون في واحد بيناتنا يتصرف والتاني ينصاع لأمره. هذا الحكي مو صحيح. ابوك كان بده ايانا نضل عم نشتغل سوا وكانه موجود، نحن الاثنين سوا، وهلا بدك ياني يتنازل عن حقي بمال ابي لحتى تكوش على كل شيء. الاموال اللي تركها ابونا بدها حدا فهمان يديرها، مشان هيك لازم تتنازل. بدي اعرف دير هاي الاموال. هيك العرف بيقول الاخ الكبير بيدير اموال ابوه من بعده، وبقيه اخواته بيمشوا على رايه وهو اللي بيتصرف. هذا الحكي مو صحيح ابنه، ما في لا عرف ولا قانون هيك بيقول. انت بدك تسرقني؟ عم تكذب اخوك الكبير يا ولد؟ طول بالك يا ابني انت وياه، طول بالك. شبكون؟ انتوا اخوه يلي عم تعملوه عيب، ما بيجوز المال يفرق بيناتكم. شبنا؟ اسمع كلام عمك المختار ولا تخلي حدا يشبك فينا. لا تصرخ علي، ما رح اتنازل وانت حرامي. لك انت مالك شي بوجودي وما رح تشوف قرش واحد. طيب نتواجد ويا انا يا انت. روح ايدك ما تعطي. بالاذن مختار لا تؤاخذنا. ومعك حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله. بدأ كل منهما يتصرف بأملاك الأب تبعا لهواه، وكانا يتنافسان في إغاظة بعضهما البعض. تا
تنام بينهما البغض والحقد والضغينة. تحمل حالك وتطلع برات البيت فوراً! مالك شي! اسمع! أنا صرت عليك كتير وما بدنا من هون عم نوضع جريحة حق نص البيت! مالك ولا قرش! وهلأ بتطلع فوراً! عم تقلقني! لك أنت اللي لازم تطلع يا واطي يا مدر! عم تهجم علي يا كلب! لك بس عمرك وعمرك منك يا واطي! لك والله أخذك! والله أخذ حقي منك صرت عليك! والله! لك موت! 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 موت يا واطي! ضجت القرية بمقتل الأخ الكبير على يد الأخ الصغير الذي أصبح يركض في أزقة القرية كمجنون لا يدرك ما فعل. كانت هذه الحادثة مثالا قاسيا على أن الطمع والجشع وأقصر الطرق للهزيمة والانكسار.